تاني ازاي احذف مقطع من الفيديو من غير ما احذف الفيديو. انا بروح للفيديو اللي انا عايزة احذف مقطع منه وبختار edit video. مجرد ما بختار edit video بتظهر عندنا الصفحة اللي قدامكم دي. انا من الصفحة دي بروح لكلمة editor، عندنا هنا details analytics، انا بختار كلمة editor. اول ما نختار كلمة editor بتظهر عندنا الصفحة دي فيها الفيديو بالشكل ده، وعندنا مقاطع الفيديو ظاهرة تحت قدامنا، وعندنا كلمة trim اللي هي قص. انا بضغط على كلمة trim، بمجرد ما بنضغط على كلمة trim بيظهر عندنا المستطيل الازرق ده اللي هو فيه كلمة split وcancel وpreview. بشوف ايه المقطع اللي انا عايزة احذفه من الفيديو. انا بروح للثانية هنا، لو احنا عايزين نكبر بنروح للجزء ده، شايفين انا هنا ايه بوضح اكتر بكبر اكتر. تمام، انا هحذف من الثانية اللي هي 6. اول ما حددت الوقت البداية بروح اضغط كلمة split، بعد كده باخد الجزء ده اللي هو الابيض ده اللي ظهر قدامكم المؤشر الابيض ده، وبمشي بيه لحد الجزء اللي انا عايزة احذفه. تمام، انا عايزة احذف لحد الجزء ده، عايزة اتحرك براحتي بتحرك وبروح وباجي عادي مفيش اي مشكلة. لو انا عايزة الغي الجزء ده مش عايزة خلاص احذفه، بضغط على علامة اكس دي اللي ظاهرة قدامكم دي من فوق. طيب نفترض انا عندي اكتر من مقطع، لا هو مش مقطع واحد، طب نعمل ايه؟ سهلة جدا برضو، خلاص انا حددت المقطع ده، بشوف ايه المقطع التاني اللي انا عايزة احذفه وبروح من عنده واضغط، واضغط برضو كلمة split، وباخد المؤشر الابيض ده وبروح لنهاية الجزء اللي انا عايزة احذفه. فبقى عندي كده ايه مقطعين خلاص محذوفين من الفيديو. عايزة اتأكد بروح هنا اشغل الفيديو، لاحظوا معايا المؤشر الابيض ده مش بيعدي في الجزء اللي انا حذفته خلاص، لان الجزء ده بالنسبة له محذوف. تأكدوا معايا كده، تمام كده اتأكدت ان المقطعين دول اتحذفوا من الفيديو. خلاص عايزة اكد اختياري ده، بروح اضغط على كلمة بريفيو هنا تحت، اول ما بضغط عليها بتتفاعل معايا كلمة سيف، خلاص انا متأكدة ان انا خلاص هحذف المقطعين دول، بروح اضغط كلمة سيف وبأكد بسيف تاني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسلوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتضغطوا لايك للفيديو، وان شاء الله اشوفكم على خير بإذن الله، وانتظروا مننا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.